باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبتدي مع بعض تأملاتنا في سفر يوئيل النبي. هراجع معكم بسرعة جدا إن الأنبياء الصغار الـ 12 بنوزعهم 5 4 3 بحسب ترتيبهم في الكتاب المقدس إلى حد ما. ليه بقول إلى حد ما؟ لأن نفس يوئيل اللي هنقراه النهاردة ممكن البعض يقرا كتب التفاسير يلاقيه ان هو مكانه هنا فعلا جه بعد هوشع، ويلاقي في كتب تانية لا ده جه بعد كده بحبتين ثلاثه فهيلخبط لك الترتيبه. لا احنا انا ماشي طبع تقسيمه اللي كتير بيقولوها، ودي اللي تقدر تحفظنا، ودي غالبا المنطقيه، لان من اجل كده اترتب الانبياء بالترتيب ده: هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، لأن ترتيبهم بحسب الترتيب الزمني. فقلنا هم 5 4 3. الخمسة قبل سبي أشور: هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان. وبعدين جه سبي أشور، نلاقي جه بعد كده ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، راح جاي سبي بابل، بعد كده حجي، زكريا، ملاخي. صح كده؟ طيب سفر يوئيل طالما جه قبل سبي أشور يبقى بيخاطب الناس بتوع مملكة أشور الشمالية، وإحنا حافظين بقى مملكة الشمالية يعني أشرار، يعني الكلام لازم يبقى شديد. مملكة الشمالية كلهم بتوع أوثان فأشرار، يبقى لازم النبوات تبقى شديدة زي اللي فات. هوشع هو في أقصى من إنه ربنا يشبه نفسه بإنه هو زي ما يكون عريس أو زوج، وشعب بني إسرائيل زي ما يكون امرأة زانية خاطئة، تشبيه قاسي قوي. طب ليه ربنا اضطر يلجأ للتشبيه القاسي ده؟ لأن الشعب بتاع المملكة الشمالية شرير جدا، فلازم يحسسهم بحجم الجرم اللي هم فيه. لما كان بيطبطب: يا حبايبي توبوا، كفاية كذب، كفاية حلفان، ما بتجيبش الكلام ده، دول بيعبدوا أوثان وبيزنوا وبيقتلوا، فما فيش كلام البسيط بالهدوء ده ما بيجيبش، فلازم يبقى الكلام شديد حبتين. عشان كده نبوات المملكة الشمالية شديدة حبتين. يهو يوئيل مكمل على نفس النهج كده. إذن فيوئيل مكمل على نفس النهج بتاع هوشع. هوشع شبه الشعب بامرأة شريرة، يوئيل هيشبه الشعب بأرض مليانة زرع هيجي الجراد يأكلها كلها، يعني أرض جرداء، أرض فيها مجاعة، أرض ما ينفعش تتزرع، أرض تاكل كل خيرها، الشيطان أكل كل خيرها. ده التشبيه بتاع يوئيل. تقولي ده صعب قوي، أقول لك أيوة، ما احنا اتفقنا الأنبياء الخمسة الأولانيين دول بتوع المملكة الشمالية كلامهم شديد. وعايز أقول لأحبائي كده وإحنا بنقرأ الكلام بيتاخد من كذا بعد. البعد الأولاني إن يوئيل ده كان نبي في المملكة الشمالية بيكلم أهل أشور، ماشي، بس ناخده من بعد تاني إن أشور ده الشيطان، وإحنا الناس اللي ساكنين في المملكة أيا كانت، وجاي الشيطان يضايقنا وعايز يأكل كل المحاصيل بتاعتنا، يعني كل النعمة والخير اللي عندنا. طب ممكن بعد تالت؟ آه، إحنا قلنا إن هنقابل دايما في الأنبياء كلمة يوم الرب وهذا اليوم وفي تلك الأيام، فساعات ناخدها إن هي سبي أشور، ساعات ناخدها إن هي يوم الصليب، يوم الصلب بتاع السيد المسيح. الشيطان عايز يجي ياخد المسيح عنده في الجحيم، والمسيح ده اللي بيمثلنا كلنا، فعايز ياخد المخلص مع الجحيم، لكن طبعا يفشل في كده. فيوم الرب القريب ده ممكن يكون مجيء الشياطين في هيئة أشور عشان تاخد المملكة الشمالية، ممكن مجيء الشياطين علشان يقبض على روح المسيح له كل المجد على الصليب فحاشا، وممكن يكون المجيء الثاني ان الشياطين هتيجي او ربنا هيدي سماح للشيطان انه ينحل من قيده ويضل كل العالم، وفاكر انه هياكل كل العالم زي الجراد ما بياكل الزرع كده، لكن ده فين الكلام ده؟ لازم ربنا هيجي ينتصر في الاخر. في كل الاحوال لازم ربنا ينتصر، سواء سبي اشور هيرجع، ساعة الصليب هيقوم السيد المسيح، في المجيء الثاني الشيطان هيترمي في الهوية إلى الأبد، والمخلصين هيوصلوا مع ربنا بالسلامة للسماء. يبقى احنا بناخدها من كذا زاوية، يا إما من زاوية أشور، يا إما من زاوية مجيء المسيح الأول، يا من زاوية مجيء المسيح الثاني، يا من ناحيتك أنت
انت اللي اشور اللي هم الشياطين عايزين يجوا ياكلوا كل محصولك او كل زرعك. يوئيل بقى يتميز بحاجه حلوه قوي، ان يوئيل عباره عن 3 اصحاحات بس. طب ايه المهم في كده؟ لا، يوئيل بيعتبروه نموذج لكل الانبياء عشان تقدر تفهم الانبياء طريقه كتابتهم ازاي. يوئيل واضح قوي. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك، فاكر لما قلت لك ان كتابات الانبياء دايما في الاول يبقى في وعيد وكلام صعب قوي، واذا ما تبتوش هيحصل، اللي بتعملوه ده غلط، في الاخر لما تتوبوا ربنا هينسى كل اللي فات وهيجي يتجسد منكم كمان. وفي النص، في نقلة بتبتدي بكلمة لكن، وأما بعد، وأما في هذا اليوم. فاكرين ما قلت لكم حاجة زي كده؟ الأنبياء الصغار كلهم كده، والأنبياء الكبار كمان. طب حلو قوي. يوئيل عبارة عن 3 إصحاحات، هتلاقوها واضحة قوي بل إن هو 3 إصحاحات. لو الإصحاح الأول شديد قوي، الإصحاح الأخراني حنين قوي، الإصحاح اللي في النص هو اللي فيه النقلة دي. يعني اللي عايز يفهم خريطة الأنبياء يفهمها من يوئيل، لأن هي واضحة قوي في يوئيل. يلا نحاول نتتبعها كده ونشوف. قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فتوئيل، هو اسمه كده، اسمعوا هذا أيها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الأرض. يبقى من الأول كده ربنا بيقول إن الكلام ده صحيح، أنا بخص بيه المملكة الشمالية، لكن عمر ما كان وحي ربنا قاصر على تاريخ معين أو زمن معين. ينفع كل الناس في كل الأرض وفي كل العالم يستفيدوا من كلمة ربنا. أنت لما بتقرأ قصة زكة مثلا بتشيل زكة وبتحط نفسك، إن ربنا بيشوفك وأنت قصير القامة ومش عارف تشوفه، ياخدك ويقول لك تعالى هبيت عندك. إيه اللي خلاك تعمل كده؟ لأن الكتاب الوحي المقدس، الكتاب المقدس مش بيحكي قصة زكة عشان قصة زكة قصة تاريخية، هو عشان ينفع تشيل زكاة وتحط روحك. فاحنا دلوقتي نشيل نفسنا، نشيل بتوع أشور دول ونحط الشيطان، ونشيل بتوع المملكة الشمالية ونحط نفسنا. فربنا قال لنا كده، اصغوا يا كل سكان الأرض واصغوا يا كل الشيوخ. هل حدث في أيامكم أو في أيام أبائكم، يعني هقول لكم دلوقتي على حاجة عمركم ما شفتوها لا في أيامكم ولا في أيام قبليكم، عشان تعرفوا قد إيه إن الزمن بتاعكم ده لازم يكون في وقفة. أنا ما عملتش كده قبل كده مع حد، أنا من ساعة الطوفان وعدت أني مش ههلك حد تاني، لكن هعمل حاجة صعبة جدا. صحيح مش ههلك حد لأني قلت كده، مش ههلك العالم، لكن هعمل ضربة عظيمة اللي جاية بقى. أخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا آخر، يعني عرفوا أولادكم، أولادكم يعرفوا أحفادكم، وهكذا عشان الكل يعرف اللي بيحصل لما الإنسان بيزداد في الشر، ربنا بيكون رد فعله إيه. الحتة اللي جاية بقى هي ده الضربة اللي هتحصل. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. إيه ده بقى؟ إيه المكتوب ده إن شاء الله؟ اللي اتذكر قدامكم دول، سواء القمص، الزحاف، الغوغاء، الطيار، دول 4 مراحل في حياة الجرادة. الجراد ليه مراحل تطور كده، عارفين زي الدودة الأز لما بعد كده تخش الشرنقة وبعد كده يطلع الله إيه وتبقى فراشة في الآخر، أهو برضو الجراد ليه مراحل كده. فبيقول لهم بص، هتيجي أول عينة من الجراد اللي اسمها القمص، هتاكل الزرع، هتروحوا عشان تلحقوا على شوية الزرع اللي ما اتاكلش، هتقوم جاية المرحلة اللي بعديها اللي فاضل منهم هيكلها الزحاف، وبرضو مش هتتوبوا، بس كل همكم تروحوا تلحقوا على الزرع. هبعت بعديهم أو هسمح إن يجي الغوغاء، دي النمو رقم 3 للجراد، يعني هتاكلها برضو، وبعدين هيجي الطيار رقم 4 اللي هو الرقم الشكل الأخير للجراد، هياكل اللي ما تبقى، كله هيخلص. لو حد من حضراتكم شاف قبل كده او عارف ضربة الجراد بتبقى قد ايه شديدة، بالذات في الايام دي لا كان في طرق للوقاية ولا كان في مبيدات ولا كان في تنبؤ بمجيء الجراد عشان يحطوا مصدات ولا الحاجات دي.
فضربة الجراد دي بالنسبة لهم زي دلوقتي لما نقول في بركان أو في تسونامي، يعني بيبقى هلاك وملهاش مفر. فربنا بيقول لهم هيجي الجراد ويضرب الضربة الجامدة دي. والجراد اتضرب بيه قبل كده المصريين، فاكرين؟ ضربة من ضربات العشر. ومكتوب كمان أيام المجيء الثاني، صح؟ اللي تفتحوا سفر الرؤيا هتلاقي ربنا بيشبه جيوش الشيطان اللي هتحارب الكنيسة أو العالم قبل المجيء الثاني إنها عاملة زي جيش من الجراد، يعني عدده كبير، أغلب العالم هيبقى شرير وهيضايق ولاد ربنا. فبرضه بيشبهها بالجراد، فتشبيه الجراد يعني قوة الشر. طب هنا احنا نقصد بيها ايه لينا احنا؟ بالنسبة لأشور حصل فعلا هتيجي ضربة جراد تاكل القريب والبعيد عشان يلحقوا يفوقوا. ما هو ربنا لما عمل الضربة دي أيام فرعون عشان فرعون يحس إن في حاجة غريبة بتحصل. ضربة موسى مجرد ما ضرب العصاية جه جراد أكل الزرع بتاع مصر كله، فهنا المفروض يفوق يقيل، مجرد ما قال كده راحت جاية ضربة فعلا، فالمفروض الناس تفوق تقول الراجل ده نبي حقيقي والكلام بتاعه مظبوط وربنا مش مبسوط مننا وربنا هيعاقبنا كده، فيلحقوا يتوبوا، ده اللي ربنا رايده. بالنسبة لحياتنا احنا حبايبي، الجراد دول موجودين في حياتنا كل يوم وبنعدي، يعني الآباء لما يفسروا الحتة دي يقول لك كل واحد مننا بيعدي بأربع مراحل كده في الخطية. الأول الخطية تبتدي بفكرة، فكرة، بعد كده تتقلب إذا أنت موقفتهاش، ما تبتش عند المرحلة بتاعت الفكرة دي، أول مرحلة من الجراد، تتقلب بعد كده الشهوة، يعني انفعال أحاسيس. الأول مثلا إيه اللي قدامك ضايقك، مش الحق وقفها بسرعة، لكن لو نزلت تحت بتنفعل بقى، أنت اتغصت، اتغصت دي يعني مشاعر بقى، شهوة الانتقام اشتغلت. طب وبعد كده تقلب بتنفيذ، تطلع بقى الكلمة البطالة، يطلع الصوت العالي، تطلع الشتيمة. وفي مرحلة رابعة، دي المرحلة اللي بتقش في الآخر، وفي إيه بعد كده؟ أنا نفذت خلاص. لا، يقول لك تعود، بقت عادة. يجي واحد مثلا إيه حاسس إنه علشان اللي قدامه يصدقه لازم يحلف، وبعد كده يقول ملهاش غير كده، لازم احلف عشان يصدقني والا هيترفدني من الشغل. لغايه كده ابتدى ينفعل قوي، ما عرفش يفرملها هنا برضه، راحت طالعه في هيئه كلمتين حلفان. لو طلعت كذا مره بقى هتيجي المرحله رقم اربعه اللي اسمها اني بقيت متعود، بقيت حلاف بقى، او كذبه واقتنعت بيها ونفذتها. بعد كده مش مجرد كذبت، انا بقيت كذاب. فاهمين الفكرة؟ المرحلة الرابعة دي اللي بتقش في الآخر. عشان كده قداسة البابا مرة، بابا شنودة قال إيه؟ قال أول مرة الواحد يعمل فيها الخطية بتبقى ضد إرادته، يعني أنا عارف إنها غلط بس هعمل، لو استسلم لها بتبقى بإرادته، لو استسلم كتير لكده كمان هتبقى بحاجة اسمها سلب إرادته. الأول ضد إرادته، بعد كده بإرادته، بعد كده بسلب إرادته، تصبح عادة بعد كده. سموها ساعات إمبالسف بالإنجليزي. إمبالسف يعني إيه؟ يعني غصب عنه، هي مش غصب عنه بس هو اللي عود روحه. يقول لي أنا مش عارف ليه بكذب، أنا ممكن ما أكذبش أصلا، يعني أصلا بيسألوني على أسئلة هايفة، يعني يقول لي مثلا أنت أكلت رز النهاردة؟ أقول له لأ. لو قلت لأ ليه؟ ما أنا ممكن أقول له يعني هي الإجابة مش هتفرق مع اللي قدامي في حاجة، بس انا من كتر ما اتعودت على الكذب بقيت اكذب على حاجات مش مستاهله، يعني مش هخسر من وراها ولا هكسب من وراها. دي بتبقى تعود، الواحد بيبقى فيه صفه انه بقى كذاب. فمن هنا احبائي فرمل الخطيه يا هنا نزلت بسرعه، الحقها هنا، ما لحقتهاش الحقها قبل ما تنفذها، احسن بعد كده تبقى بسلب ارادتك. عشان كده قلت لكم قبل كده ده طقس الكنيسه، أبونا ما تيجي تقول له ارشمني أبونا عشان ربنا يحافظ عليا، يوم رشمك هنا، لين رشمك على قلبك، الرقبة مقصود بيها الباطن الإنسان قلبه، ثم بعد كده دراعك إيديك، ربنا يحفظ دماغك من الخطية، سبتها تنزل لتحت يحفظ قلبك، سبتها تنزل لهنا إيه يحفظ تنفيذك للأمور، أحسن بعد كده هتبقى معتاد على كده. فالشيطان يجي بأول خطوة، تاني خطوة، تالت خطوة، رابعة خطرة، اللي اسمهم الجراد دول. اصحوا أيها السكارى،
لأن هم بقوا في حالة سكر بيعملوا الخطية من غير حسبان. وابكوا وولولوا يا جميع شاربي الخمر. ولولوا دي على فكرة احنا بنسمي يقيل عشان نحفظه بالسهولة، عشان بعد كده لما بنخلص ال 12 نبي الصغيرين باجي اقول لكم يقيل ده كان بيتكلم على ايه، مش هتفتكروا لما يبقوا 12. يعني دلوقتي انتوا فاكرين ان يقيل بيتكلم على الجراده اهو، وهوشع كان بيتكلم عن المراه الشرير، لكن لما نخلص 12 نبي هيخشوا في بعض. فبنحب نعملهم بايه، بكلمه كده على الوزن. فيقيل افتكروها بعويل، هي ولولو دي عويل، يعني هيقعدوا يولولوا لان الجراد هيجي ياكل قدامه واللي ورا. هوشع افتكروه بهو شعبي. هو شعبي يعني ايه؟ يعني انتوا ولادي مهما بعدتوا، حتى لو كنتوا زي امرأة شريرة هروح اجيبكوا برضو. عشان لما اجي اسمع لكم في الاخر ال 12 نبي قبل ما نعمل الامتحان، هو ما قلتلكمش ان في امتحان؟ في امتحان ان شاء الله. فبعد ما ال 12 نبي الصغيرين تكون خلصناهم ودخلوا في بعض وابتديتوا تنسوا، هعمل لكم ساعتها امتحان بقى. أيوة. فافتكروا ساعتها ان هوشع هو شعبي، ده الرجل بتاع القصة بتاعة المرأة الوحشة. ويقيل عويل، ليه عويل؟ عشان الجراد. وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم. الخمر بيرمز دايما للفرح، كنتوا بتشربوا الخمر لغاية ما سكرتوا بيه، دلوقتي هيتقطع خالص ومش هيبقى ليه طعم. وده اللي بيحصل. ربنا خلقنا في العالم هنا، وفي بعض الأمور في العالم كويسة، كويس نتعامل معاها معاملة المستخدم. يعني الرجل بتاع الخمر ده فضل يشرب لغاية ما سكر. فربنا عايز يشبهها لنا إن أي حاجة في العالم بتبسطك تعامل معاها معاملة اللي بيستخدمها، لكن لو كترت منها هي اللي هتستخدمك، وتيجي بعد كده تدور على ان هي تبقى حلوة مش هتلاقيها حلوة، هتلاقيها مرة زي الخمر كده. طبعا احنا بالنسبة لنا لا بنشرب قليل ولا كتير خمر، لكن بتكلم كتشبيه، كتشبيه الخمر كانوا يشربوه قليل طعمه حلو، يشربوا كتير يجيب اثر عكسي، شرب بعد كده يلاقي ملوش طعمي اخطيتي رجع. اهو نفس الكلام في العالم، شوية مش عارف تتابع موفي معينة، تاكل أكلة حلوة، تستخدم العالم مش غلط، لكن لو وصلت المرحلة أنك مدمن الأمور دي وعمال تاخد من العالم تاخد من العالم تاخد من العالم، هتبقى عامل زي السكران. العالم هو اللي هيستخدمك، بتجري وراه عشان تدور على الحاجة بتاعت العالم كأنه ربطك من رقبتك. طب وبعد كده حتى اللي بتجيبه من العالم ملوش طعم في لسانك، هو العالم كده دي طريقته، تجري ورا الفلوس. شوية فلوس كويس، الكفاف حلو، أمنت يا سيدي مستقبلك ومستقبل عيالك، جمعت القرشين طيب لسه بتجري، أدمنت الجري. طب هتودي الفلوس دي فين؟ بحوش عشان مين يعني؟ ما الناس بتموت وسايبة في البنك ما عملتش بيهم حاجة. طب وبعد كده الفلوس ما بقلهاش طعم، وإنك بتكسب تاني لا، ده أنت مش جبت القرشين، ركز مع ربنا بقى، شوف متخدم تدي الغلابة، تكرس وقتك تكرس نفسك بعد مدة طويلة، تفكر في عيالك ومراتك وولادك، تقربهم ازاي من ربنا، تنميهم ازاي وتحسنهم ازاي، تشوف نفسك وتتوب وتدرس الانجيل وتحفر، تحفظ الالحان والمزامير لكن في الاول الفلوس لها طعم، بعد كده هي اللي بتستخدمك، بعد كده ملهاش طعم. فهو بيقول لهم يعني فرحانين بالسكر اللي انتوا وصلتوا له، حتى الخمر مش هتبقى فيها ليها طعم في بقكم. إذ قد صعدت على أرضي، لسه بيسمي إسرائيل المملكة الشمالية أرضي، أمة قوية بلا عدد أسنانها أسنان الأسد، على فكرة ده التشبيه زي اللي اتقال في سفر الرؤيا، ولها أدراس اللبوة اللي هي زوجة الأسد، جعلت كرمتي خربة. كرمتي شعب بني إسرائيل، ربنا دايما بيرمز لي بالكرمة، أنا هو الكرمة وأنتم الأخصام، شعب ربنا. فبيقول هيجي تيجي تمسحها خالص. جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها. ابيضت يعني فضلت تاخد الخير اللي فيها، بقى فيها الحتة اللي في النص دي اللي هي ما بتتاكلش لونها ابيض. عايز يقول ان الشيطان لما بيجي
ياكل الناس بمصمصهم يعني، في الاخر يبقى الشخص مهلهل كده، لا تعرف له لا بدايه ولا هيعمل ايه ولا هيروح فين. لسه قاعد مع اطفال صغيرين كده، صدقوني رابعه وخمسه ابتدائي، فتفهمش السن ده يظهر بينضج بسرعه بقوا ولا ايه بقوا. حاسس ان انا بتكلم مع ثالثه ثانوي بجد، انا حاسس ان انا بتكلم مع ثالثه ثانوي. يعني الحاجات اللي كانوا بيقولوها لنا في ثالثه ثانوي او اللي انا بروح اقولها لثالثه ثانوي دلوقتي بقولها الرابعه ابتدائي فاهمينها جدا يعني، ربنا يرحم. فبقول لهم انا عايز اسالكم سؤال، كانوا بيسالوني على الصحوبيه والولاد والبنات صغيرين، فبقول لهم انا عايز اسالكم بقى، اللي بيمشي في السكه دي فكروا كده في اصحابكم اللي مشوا في السكه دي، بقى ليهم ولد بيتكلموه، طبعا انتوا مش تصدقين انا بتكلم رابعه ابتدائي، لا دول رابعه ابتدائي حضرتك، رابعه ابتدائي، لو في ولد بيكلموه وبيبعت لهم بقى وعايزين يقابلوه ويفتحوا كل شويه تيك توك واللي يقعدوا على الموبايل كتير الجو ده يعني، قولوا لي كده بيبقى شكلهم ايه، حطوا في بالكم كده شويه ناس معاكم في المدرسه كده من النوع ده، فكروا كده هم من السنه اللي ابتدوا فيها الكلام ده لحد دلوقتي اتغيروا ولا ما اتغيروش؟ اتغيروا جدا، لانهم كانوا مثلا شاطرين ما بقوش شاطرين ولا العكس؟ قالوا لي لا ما بقوش معانا بقى شاطرين، ما بقوش بيذاكروا. طيب كان ليهم اصحاب، بقى ليهم اصحاب اكتر ولا اقل؟ لا بقى ليهم اصحاب اقل، وقت الناس تخاف منهم كده وطريقتهم وحشه وكان لسانهم وحش. طيب قولوا لي بيعرفوا يعملوا هوايات وانشطه في الصيف ولا الصيف كله بيضيع على الفاضي وفي الاخر يلاقوا نفسهم ما عملوش حاجه؟ اه فعلا احنا بنقعد في الفسحه بعد كده لما بنرجع عن المدرسه ونقول لهم عملتوا ايه في الصيف، ما بيلاقوش حاجه يقولوها، لكن احنا بنكون اتمرنا ايه وحفظنا ايه والكنيسه عملت لنا ايه ونيروز ايه قلت لهم طيب يعني بتلاقيهم كانوا شجره حلوه بقت عباره عن زعزوعه كده في الاخر، انت عايزه تبقي زيها؟ فيقوموا يعني يحسوا ان انا جاي لهم من الفيوتشر، انا جاي من كام سنه قدام، فبقول لهم اللي بيحصل يعني، فبيشوفوا اللي هيحصل بعد كده يقوموا. فربنا بيقول لهم كده ويقول لهم الجراد او الشيطان بيجي يمصمص الواحد كده ويسيبه مهلهل، ما بيكتفيش بحاجه صغيره يعني، هي تبدا بان هو بيحب الفلوس تنتهي في الاخر ان بيته اتخرب، مع ان الفلوس في الاول كان عايز يجيبها عشان العيال لكن بعد كده بقى عشان يستمتع بيها، ولسه لغايه دلوقتي بيقول انا ما عملتش حاجه غلط، وبعد كده بقى يجيب بيها حاجات يشربها، وبعد كده بقى في ناس طمعانين في الفلوس، وبعد كده بقى بيسهر مع الناس اللي طمعانين في فلوسه دول زي الابن الضال كده، وبعد كده بقى بينسى روحه، وبعد كده ما بيقعدش مع مراته وعياله، وبعدين بقى بيقعد مع ناس تانية، فمراته ابتدت تقلق ومن عينيه بقت تحس ان مش جوزي، وشويه شويه البيت كله اتخرب عشان هي ابتدت بالقمص، دخلت على الزحاف ثم الغوغاء وانتهت بالطيار والشجره اتمصمصت على الاخر. عشان كده يقول ايه بقى، ما انا قلت لكم اول اصحاح ده كلامه شديد، نوحي يا ارضي كعروس مؤتزره بمسح، تحسوا انه كانه هوشع مسلمها له حته عروس دي، يعني كان احنا يقيل بنتشبه بالارض والزرع اللي هتتاكل، بس برضه زي الزوجه اللي زوجها سابها فالمفروض تعيط وتلبس مسح من اجل بعل صباها، زوجها اللي كان هوشع اللي باقي عليها ده جه وقته هيسيبها يظهر. فساعات يبقى الواحد في ايديه خير اسمه ربنا معتني بيا، ربنا بحب اقعد معاه، لقيت ايه عجبتني، حد بعت لي النهارده عيد مين، حضرت زفه العذراء، بعد كده بعيد عنكم لما الانسان الشيطان يمصمصه كده فقد بعل صباها، كان في ايده خير وما كانش مقدره، ما بقاش مستمتع لا بكنيسه ولا بلحن، وبقت كلمه الكتاب المقدس تقيله، وبقت المناوله بعيده، وبقى الاعتراف صعب قوي، كان معانا خير وما قدرناهوش. بعد كده بيبكي الانسان، رحت قريب لحد قالوا لي روح اناوله، مجرد ما دخلت له انا اول مره كنت يمكن اشوف المنظر ده يعني، راح من على الباب مصوت، هو ما يعرفش ان معايا مناوله، بس ما تعرف كده زي ما يكون المسيح مجرد ما يقرب راح مصوت اطلع بره
انا مش عايز الحاجه اللي معاك دي، انا بقول لك ما تجيش هنا تموتني. انا قلت الكلام ده احنا دخلنا في الحاجات بتاعت الشياطين ولا ايه؟ ورفض تماما ويتمرمغ ويترمي في الارض، كل ده عشان انا ماسك مناوله في ايديا، انا واقف بمنتهى الثبات. هو عملش بسأل بعد كده بقى على الولد ده، قالوا لي ده كان خادم وجميل وحلو وكان في الكنيسة وبعد كده اختفى من الكنيسة حبتين ومش عارف كذا كذا. قلت لهم طب هو دلوقتي في المستشفى ليه؟ قالوا لي عشان جرعة هيروين أدت إنه كان هيموت. فبقت المناولة اللي كانوا هو خادم بياخد عياله ويتناولوا معاه وبيكلمهم في جمال المناولة، دلوقتي بننوح على بعل صبانة. عشان كده نذكر خالقنا في أيام شبابنا، القعدة اللي انتوا فيها دي ملهاش تمن صدقوني. احنا لسه قد كده ربنا بيبعت لنا كلمته وقاعدين بنحبه، ولما نلاقي آية حلوة كده نشهق كده، دي أحلى أيام. زي واحدة معاها جوزها بتحبه من كل قلبها، ملي عينيكي منه وافرحي بيه، علشان في وقت الضيقة بعيد عن الكل نلاقي اللي يسندنا. لكن اللي بيبعد بيجي وقته بينوح على بعل الصبا. كنت في مرة زمان أيام ما كنت بشتغل، فحد من اللي بيشتغلوا معايا كان بيحضر في الكنيسة الغير أرثوذكسية، وكان دايما يقعد إيه يعني أقول له أنا مثلا رايح عندي كذا ورايحين فين، يقعد إيه يبوخ لي الكلام شوية كده يعني. وبعدين في يوم من الايام لقيته جاي كده مبلم على الاخر، فبقول له قال لي لا ما فيش، قعدنا نشتغل وبتاع. بقول يا ابني في ايه؟ قال لي انا ما فيش ما فيش، هتوه عليا احنا بقالنا 10 سنين مع بعض، مالك؟ فقال لي انا حصل حاجه امبارح انا مش مصدقها. قلت له حصل ايه؟ قال لي الكنيسه اللي انا بروحها عملت لنا رحله لدير الانبا بشوي. دير الانبا بشوي ما هي اصلا مش ارثوذكسيه الكنيسه يعني، بس يعني عشان اللي بيحضروا للاسف اغلبهم ارثوذكس، فهي نعمل رحله لدير الانبا بشوي. وراح واخدينهم بكذا اتوبيس، تقولوا قد ايه؟ كذا اتوبيس. رحنا لغايه دير الانبا بشوي، فبنزور دخلنا المزار بتاع جسد البابا شنودة. هو كان دايما يحكي لي على يعني زوجته ان هي تعبانه شويه، وكنا مصنفينها ان عندها كهرباء زياده في المخ او حاجه زي كده، بس دايما تاخد علاجات ومفيش فايده. المهم ففي اليوم ده فبقول له ايه اللي حصل؟ فقال لي مجرد ما دخلنا عند جسد البابا شنوده، عارف مراتي اللي كنت بحكي لك عليها والبتاع؟ قلت له اه. قال لي لقيتها جريت عند جسد البابا شنوده وقعدت تمسك في النايلون اللي موجود على البتاعه والقماشه وعماله تجرح وتخربش فيه، ولقيت دي مش مراتي، صوتها اتغير. عارفين بقى الحاجات دي؟ انا دي كانت اول كونتاكت بقى قبل الكهنوت يعني. فقلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي انا كم مره اتريقت عليكم ان انتوا بتقعدوا تعملوا الحاجات دي، واقول لك انتوا بتقعدوا بتزودوا وبتبالغوا وابونا مين بيطلع ايه والكلام ده كله، بتضحكوا على الناس. انا بقى شفتها في مراتي امبارح. قلت له طب وبعدين؟ قال لي اقول لك اللي اكتر بقى. قلت له ايه؟ قال لي وهي عماله تعمل كده لقيتها بتقول انت جاي هنا يا شنوده علشان تموتني، الكلام ده انا هوريك، وهو تقوم خبطه على المكان بتاع الجسد. وبعدين مره واحده راحت مبلمه وراحت قايله ومش بطرك واحد كمان مكفي، جايبين لي بطرك تاني، بطرك تاني جاي لغايه عندي كمان. فاحنا نبص حوالينا، بطرك ايه التاني اللي جاي عندها ده؟ هو البابا شنودة هم مدفون هنا. مفيش دقيقتين ولقوا البابا توادرس داخل. اتريها هي او الروح ولا ايه بقى شايف البابا وهو نازل من المقر ولا من حاجه وجاي؟ اتنين بطاركه جايين لي لما تجيبوا لي 10 بطاركه. وراحت جاريه على البابا توادرس، راحت شاده من لبسه هو كمان. راح البابا توادرس بهدوء، الصليب راح حاطط صليب على راسها ومصلي شوية، راحت وقع على الأرض وقعدت تتنفض كده وهديت تماما وقامت زي الفل. هو أنا كان في إيه وحصل؟ قلت له أنت بتتكلم، أنا نفسي اللي بتشكك في الحاجات دي، دي حقيقي؟ قال لي بقول لك مراتي امبارح. قلت له يا ابني كان بالك قد إيه ما بتتناولوش؟ قال لي بقى لنا فوق 7 سنين ما بنخشش الكنيسة الأرثوذكسية خالص. قلت له طب وبعدين؟ قال لي أنا حاجز قداس بكرة طبعا.
هنروح نعترف ونتناول. لكن اللي عايز اقوله ايه، ان هي مجرد بعد عن التناول شويتين على ايه، على بتاع، ويرسي في الاخر على البهدله دي. طب ليه؟ اهو الناس اللي في المملكه الشماليه دول عمرهم ما كانوا يتخيلوا ان هيخشوا في المآسي دي. هم اخرهم يعني ايه، بيضيعوا وقت سهره حلوه مع الاوثان يعني. ما هو الاوثان دي دلوقتي برضه، ما هو سهره حلوه مع الاوثان دي موجوده اليومين دول، بس ما اسمهاش تمثال، اسمها صوره فيرتشوال في التلفزيون او في اي حاجه تانية، او سهرات بايخه. كانت هي سهرات مع الاوثان عباره عن تفريح يعني. لا مفيش تفريح دي. طب ما بتصلوش؟ لا نسينا موضوع الصلاه ده، الجراد هيجي يمسح الارض وساعتها هتعيطوا من اجل بعل صباكم. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب، ما بقاش في حد بيخدم ربنا، والكهنة عرفوا ان هم ضيعوا حياتهم، بقوا كهنة أوثان، كانوا كهنة ربنا الأول وتحولوا لكهنة أوثان فبينوحوا. تلف الحقل، ناحت الأرض، لأنه قد تلف. بصوا بيتقال إيه، القمح والمستار والزيت، ثلاث حاجات دول دايما بيتذكروا في الأنبياء ودايما بيرمزوا لإيه، قمح الجسد، المستر اللي هو النبيت عصير الكرمة، الدم، والزيت الروح القدس الميرون، اللي هم الثلاث جواهر بتوعنا. دول الثلاث حاجات اللي ربنا ادهولنا علشان يستبدل اللي لينا ياخده واللي عنده يديهولنا. يعني ايه؟ ربنا يسوع لما نزل يتصلب، نزل خد جسدنا ودمنا وروحنا ومات على الصليب علشان يعمل ايه؟ عشان يدينا جسده القمح ودمه المستار وروحه الزيت. لان الانسان عباره عن جسد ونفس وروح، النفس هي الدم، فالانسان عباره عن جسد ودم وروح. فربنا يسوع قال ان اللي انتوا وصلتوا له ده ما يدخلش السماء، انا لازم اعمل ابدال. اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، اخذ القمح والمستار والزيت بتوعنا وادانا مكانهم قمح ومستار. فده دي ذخيرة الكنيسة. حتى ابونا لما بيطلع بالمناولة يقول لك معايا الذخيرة دي، ذخيرة الكنيسة. كانوا زمان بيفتكروا ان الكنايس فيها اسلحة، لان كانوا بيسمعوا ابونا وهو معدي الشمس يقول له حاسب عشان الذخيرة، فقال لك يبقى في ذخيرة وشايل حاجة فضي كده، حاجة تقلق برضه. مهم يعني، فدي الذخيرة بتاعتنا. فبيقول حتى هيجي وقت والثلاث حاجات دول اللي انتوا عايشين على حسهم مش هتلاقوهم. خجل الفلاحون والولى الكرامون على الحنطة وعلى الشعير، لأنه قد تلف حصيد الحقل. الحنطة ده النوع الغالي اللي بيتعمل منه العيش، الشعير لما يبقوا الناس فقراء بيعملوا العيش بالشعير. الجفنة يبست والتينة زبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل الحاجات دي الآباء لما بيشرحوها بيشبهوا كل واحدة من دول بفضيلة من الفضائل، فيقول لك الفضائل كلها راحت. كل أشجار الحقل يبست، إنه قد يبست، في الآخر بقى الملخص يعني، يبست البهجة من بني البشر. بصراحة الجملة الآية دي جميلة. ملخص الخطية إيه؟ اللي يسيب نفسه للحياة الشريرة، ملخصها يعني يبست البهجة، ما بقاش في حاجة تفرح. في الأول كان قليل منها حلو، لكن لما كترت جابت عكسها، ما بقاش في حاجة تبسط. وبقيت دلوقتي أسمع كتير من الشباب بيقول لي أبونا أنا فاقد الشغف، مش عارف الجملة بتاعت الشغف دي بتتقال كتير أبو دومين دول، أنا فاقد الشغف يا أبونا. إيه الشغف يعني؟ ما عنديش، مش حاسس بحماس ناحية أي حاجة، مش حاسس بحلاوة لأي حاجة. بصراحة ساعات بتكون السبب إن الواحد خد كتير من العالم، فزي ما يكون يعني واكل أكلة مش قادر يحط حتى تفاحة، حاجة حلوة مش عارف يحطها، مليان بحاجات تانية. يعني تخيلوا الابن الضال لما بيملى بطنه من خرنوب الخنازير، لو جبت له لحمة هياكل؟ ما هو خلاص ملى، صحيح بكلام كله مؤذي بس مش عارف ياكل. فساعات تيجي تمسك الأجبية، تمسك الخلاجي، عايز تقول ترنيمة مش مسمعة معاك بالطعم الحلو، أخاف أحسن تكون مليت ودانك ومليت قلبك بحاجات العالم، فما فيش مكان يتحط فيه الحاجات دي، ملهاش طعم.
وحتى حاجات العالم مش هيبقى ليها طعم برضه كمان شويه، تلاقي اللي انا بعمله ده ولا ليها بقى، والواحد يخش في دايره اكتئاب كده، لان العالم ما بيشبعش وخد مكان اللي بيشبع بجد. العالم ما بيشبعش، بس المشكله انه خد مكان اللي بيشبع بجد. اقعد مع ولد ما بيعملش حاجه كبيره غلط، بس طول الوقت اغاني وطول الوقت يوتيوب، ولغايه دلوقتي يعني مش بيعمل حاجه غلط هو، بس حياته كلها من النوع ده. لما اجي اقول له تعالى بقى نحضر قداس مع بعض، فعلا مش عايز، مع ان هو ولد مش وحش، بس هو القلب والانبساطه بتيجي من الحاجات دي بس. كمان شويه نفسه هتتسد عن الحاجات دي، بس كمان هيبقى فقد الاقبال على الحياه الروحيه. العالم احبائي ناخد منه القليل، اوعى تسكر بالعالم احسن، كمان شويه هترجع اقصد يعني، سوري في التعبير، بس هو ده اللي هو قايله يعني. قد يبست البهجه من بني البشر، تنطقوا ونوحوا ايها الكهنه، والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيوتا بالمسوح يا خدام الهي، لانه قد امتنع عن بيت الههم الهكم التقدمه والسكيب. انا هجري. قدسوا صوما نادوا باعتكاف، يعني كفاياكم اكل وشرب بقى، ممكن تصوموا شويه عشان الحاجات دي تقل وربنا يعرف يحط حاجته بقى. اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب، اتجمعوا وعيطوا قدام ربنا، قولوا يا رب ارحمنا بصوت عالي وبقلبك. اه على اليوم، لان يوم الرب قريب. بالمناسبه انتوا عارفين الحته دي بتتقري امتى؟ لو بالذاكره كده تلاقي الكلام مش غريب قوي، لانها بتتقري ليله الاثنين من البصخه. ليله الاثنين يعني حد اللي زعف بالليل، النبوات اللي بتتقري الحته دي، لان احنا داخلين على حد على اسبوع الالام. فيوم الرب، فاكرين لما قلت لكم يوم الرب بيبقى مقصود بيه ساعات صلب المسيح، الشيطان هيجي يطمع في المسيح بس مش يعرف ياخد منه حاجه. اه على اليوم، لان يوم الرب قريب، ياتي كخراب من القادر على كل شيء. اما انقطع الطعام تجاه عيوننا، الاكل راح من قدام عينينا، الفرح والابتهاج عن بيت الهنا، عفنت الحبوب تحت مدارها، مدارها اللي كان بيعملوا زي طين كده ويحطوه، خلت الاهراء اللي هي المخازن، انهدمت المخازن لانه قد يبس القمح. كل الحاجات دي ليها معاني بس يعني انتوا تاملوا فيها. كم تئن البهائم، يعني حتى الحيوانات بقت بتئن، مش لاقي شويه حاجه تاكلها. هامت قطعان البقر لان ليس لها مرعى، حتى قطعان الغنم تفنى. اليك يا رب اصرخ، لان نارا قد اكلت مراعي البريه، ولهيبا احرق جميع اشجار الحقل، حتى بهائم الصحراء تنظر اليك. برضو الايه دي بحبها قوي، يعني ساعات الواحد يبقى مش شايف نفسه اعلى من كده كتير، فيتكلم بلسان حال الايه دي، يقول له حتى بهائم الصحراء تنظر اليك، بس انت مش هتسيبها لصاح اللي جاي، يعني مش هيسيب حتى بهائم الصحراء دول. فبنقول له يا رب يعني الواحد يكون وصل لأسوأ المراحل، بس بنرفع عينينا إليك زي بهائم الصحراء اللي حتى بهائم الصحراء بقت تنظر إليك وأنت مش هتسيبها. زي سفر يونان لما هنيجي ناخده، آخر آية مكتوبة في سفر يونان إيه؟ لما يونان اتضايق إن الشجرة أكلتها الدودة، فاكرين؟ فبقى راسه هيجي فيها الشمس، فراح ربنا قال له بقى انت زعلان على شجره اكلتها الدود، لا انت تعبت فيها ولا عملت فيها حاجه، مش عايزني انا اشفق على بلد فيها كام الف من البشر، اخر كلمه، وبهائم كثيره، يعني حتى البهائم صعبانه على ربنا، فانا مش هسيب الناس ببهائمها تهلك. حتى بهائم الصحراء تنظر اليك، لان جداول المياه قد جفت والنار أكلت مراعي البرية. ساعات الواحد يبص ربنا يقول له أنا بيتي بيقع يا رب مثلا، بعيد عنكم يعني، أو أنا حياتي الروحية بتقع يا رب، أو أنا أولادي في الخدمة يا رب في منهم ناس وقعت خالص. فتجيله الإحساس ده، يجيله زي ما يكون لسانه نشف، مش كأنه عايز يشرب ومش عارف يشرب، ملوش نفس يشرب، عايز يأكل وجعان بس مش عايز ياكل، مش هتشبعه الاكل، نفسه مسدود وعمال يرفع ويخس ويقل بس نفسه مش موجوده. فهو يقيل بيصرخ بلسان حال الكهنه، احنا الحال اللي وصلنا له يا رب يخلينا حتى الامور العاديه ملناش طعم ليها، احنا زي ما نكون ارض جافه وصحراويه. طيب احنا قلنا الاصحاح الاول شديد قوي،
الإصحاح الثاني فيه النقلة، نصه الأولاني هيكمل زي الإصحاح اللي فات بس نصه الثاني هيقلب نقلة فريحة. هقرأ بسرعة. اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي، ليرتعد جميع سكان الأرض، لأن اليوم الرب قادم، لأنه قريب. هنا يوم الرب مقصود بيها مجيء بتوع أشور، بس كمان مجيء الخلاص زي الصليب، أو مجيء المجيء الثاني، أو مجيء الانتصار. فبتحمل دايما المعنيين. الجزء ده بقى عارفين بتقري امتى؟ دي اسهل شويه، اللي بيجي بدري يوم الجمعه العظيمه، صلاه الساعه 9 في الجمعه العظيمه، دي النبوه اللي بتقري في صلاه الساعه 9. اصل الكنيسه بتبقى بص على الصليب كده، او اسبوع الالام والصليب كده، ان ده قمه احساس الشيطان بانه عايز ينتقم، لان ربنا نور قوي وبار جدا، فغايز الشيطان جدا، الشيطان عايز يجي ينتقم، يوم الرب جاي. الشيطان لما هيجي ليس له في شأن، رئيس هذا العالم آتي ليس له في شأن. ما تخافش انت على مستواك برضه، الارض جفت بهنا زي بهائم الصحراء اللي بننظر اليك، مش الاكل كان المراعي اكلها النار. ما تخافش، يوم الرب قريب. صحيح في شويه الشده دي مضايقاك انا عارف، بس ربنا هيتدخل وهنشوف ازاي. يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب مثل الفجر. أنا هجري هجري هجري، تعالوا عند الآية رقم 12. ها نلاقي الكلمة إيه؟ ها جت الآية 12. ولكن الآن يقول الرب، ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. عايزكم تمزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه ها رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرأفة، يندم على الشر. يعني كل اللي مضايقك ده في ثانية، بس في ثانية يروح. بس هات قلبك تاني، أنا مش عايزك تمزق ثيابك زي الإصحاح اللي فات من كتر الخوف، أنا عايزك تمزق قلبك وتترك الخطية اللي انت فيها وترجع للرب إلهك. ما تخافش، هو رؤوف ورحيم، هو بطيء الغضب وكثير الرأفة. اضربوا بالبوق في صهيون الأول لعله يرجع ويندم، فيبقي وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم. جميلة الحتة بتاعت يبقي وراءه بركة، احفظوها دي. هو الإصحاح السفر ده ثلاثات، يعني آيات عبارة عن ثلاث كلمات كده، يبقي وراءه بركة. ما تخافش، قول لنفسك دايما الدنيا اتاكلت، بس أنا شايف لسه في شوية خمس خبزات وسمكتين كده ممكن يأكلوا كل الباقي. دايما في خمس خبزات وسمكتين، هي واقفة عليك انت بس. مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، هتلاقي ربنا شوية الحبة القليلين دول بقوا بركة جميلة جميلة. قولوها مع في بالكم كده، يبقي وراءه بركة مش بركة، يبقي وراءه بركة. يبقي، قول دايما لنفسك مهما حصل هو بيبقي وراءه بركة. لسه برضو اللي قدامي زوجي اللي تعبني ده، بس لسه بشوفه ساعات بيقول ارحمنا يا رب، كانت تطلع منه ساعات، لسه في شويه بره، فضل انا اتوب اكتر شويه هتلاقيها ظبطت. انا بعدت قوي بس لسه حاسس ان برضو بحن للترانيم كويس، لسه برضو اب اعترافي بيسال عليا كتر خير الدنيا، ولادي شكلهم زوغوا كده، بس الحمد لله على الاقل لسه بيروحوا مدارس الاحد. ايوه بس بيروحوا ما بيركزوش، في بركه. طب ايه اللي يخليها تزيد؟ مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. قصدك جوزي؟ قصدك ابني؟ لا لا، قصدي انت. انت انا مال، انا بقول لك هم لا انت. هو انت مش فاكر الاربعه الاصحاب اللي جابوا المفلوج؟ اتقال ايه لما ربنا جه يشفيه؟ فنظر الرب الى ايمانهم. ايمانهم اللي بينزلوه من فوق ده، هو الراجل ده ولا عنده ولا يقدر يعمل حاجة، ده هم جايبينه كده بإيمانهم هم. فربنا لما نظر إلى إيمانهم قال للمفلوج قم احمل سريرك وامشي. إيمانهم هم وإيمانهم هم، احنا بنؤمن بكده. لسه كنت قريب بقرا في سفر الرؤيا، واحد من ملائكة سفر الرؤيا، مش فاكر ملاك أنهي كنيسة كده، فيلادلفيا باين ولا حاجة، بيقول له انت أنا عارف أعمالك وصبرك وتعبك وانت زي الفل ماشي، لكن عندك ناس متمسكين بأعمال النقلاويين التي أنا أبغضها، ناس وحشين. الحل بقى فتوب. توب أنت، مش لسه رب بتقول علي أنا كويس، هم اللي وحشين. أيوة بس أنت لما هتوب هو يتغير. في
في علاقة، في كل العلاقة. أنا مش عايز أقول لك إنك توبتك تفرق مع أهل بيتك، توبتك تفرق مع الكنيسة كلها. مرة واحد خادم جميل قال لي بص مستحيل تكون صدفة، أنا لما بتظبط معايا قانوني الروحي وعلاقتي مع ربنا بتكون مزدهرة كده وحلوة في المود، ولادي بيجوا يحضروا الفصل درس الأحد، ما قلت لهمش حاجة، وأنا لما بزوغ ألاقي جالي اتنين وأقول الكلمة ألاقيها مطفية والولاد ما استفاد، يعني إيه ده، ده في إيه؟ أيوة، ما هو الإنسان التائب ربنا يشتغل في صالحه على طول ويصحيهم من النوم يجيبهم مدارس الأحد. واقفة على توبتنا إحنا أحبائي، إحنا اللي ننظق ده. مرة واحد حبيبي بقى قوي ولد في ثانوي، كان مرة كانت العذرة ساعتها بتظهر في الوراق، وبعدين إيه جه في مرة فبيقول لي شفت العذراء، أنا رحت شفت العذراء ومش عارف، أنا مبسوط قوي قوي. وبعدين جه في بعد كام يوم كانت العذراء بطلت ظهور، بس هو ولد بريء جدا كده. فجاء قال لي عارف يا أستاذ، كنت أنا ساعتها أستاذ يعني، عارف يا أستاذ العذراء وقفت ظهور ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي علشان أنا رجعت للخطية الوحشة اللي كنت بعملها زمان، بقى بعد ما أشوف العذراء بعناية أرجع لها العذراء اتضايقت وما بقتش بتظهر عشاني. قلت له حبيبي مش عشانك يعني؟ قال لي لا، هي زعلانة مني وقفت الظهور خالص، أنا لازم أتوب عشان العذراء تظهر تاني. وتاب والعذراء ظهرت تاني. ما تقولوش إنها منه يعني، بس هو من براءته ومن بساطته فاهم المعنى الروحي ده، إن أنا توبتي أنا تفرق في توبة أهل بيتي طبعا. وأنا أعتقد إن أنتم مجربينها اليوم اللي أنت بتكوني متواضعة وروحانية كده ومنورة، بس استقري على كده، بس ما تضعف، استقري مش مرة وتقولي ها لسه جوزي ما تابش برضه، لا يبقى كانوا بيهزروا. ما تجيش كده، ما فيش واحد يبقى عنده مرض ومن اول كبسوله هيروح. ده احنا نقول لك خد كورس انتي بايوتيك وامشي عليه اسبوع و10 ايام وبعدين نعيد الكورس تاني، بس بالراحه بس وسيب ربنا يشتغل. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف. قدسوا يعني عايزه وقت، اعتكاف يعني عايزه وقت، عايزه وقت لغايه ما نار ربنا تكوي كده وتنظف اللي جوه. اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ. آية 17 هقرا بسرعة معلش. ليبكي الكهنة خدام الرب، دي آية ليا برضو من الآيات اللي بحبها في سفر يوئيل يعني. ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمسبح ويقولوا، يقولوا إيه الكهنة؟ لسان حال صلاة الكاهن لما يلاقي ابنه بعد. اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم للأمم مثلا، للأمم يعني للشياطين والناس اللي حوالينا يشمتوا في أولادنا. اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم للأمم مثلا. فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه، ويجيب الرب ويقول لشعبه هأنذا مرسل لكم إيه بقى؟ ها؟ القمح والمستار والزيت هتشبعوا منها ولا أجعلكم عار. آية 21 لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله. شوفوا الكلام قلب فرايح إزاي. بقول لكم سفر يوئيل ده نموذج لأصفار الأنبياء، في الأول شديد في الآخر حنين في النص النقلة، والنقلة دايما بكلمة توبوا، توب بجد، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب عظيم يعظم عمله. لا تخافي يا بهائم الصحراء، مش كانت لسه بتقول حتى بهائم الصحراء تصرخ إليك؟ سمعها هو. لا تخافي يا بهائم الصحراء فإن مراعي البرية تنبت، لأن الأشجار تحمل ثمرها، التينة والكرمة تعطيان قوتها. ويا ابنة صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، وهكذا. آية 28 ها ويكون بعد ذلك، يبقى اللي جاية ايه؟ ما هو الكلام لما يقلب فرحي يبقى داخلين عهد جديد، لما تلاقي بعد ذلك بقى يبقى عهد جديد، عهد جديد اهي. ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر. ده بيقول لهم انتوا لو تبتوا انا مش مجرد هبعد بتوع اشور ولا حتى هرجعكم من السبي، ده انا عامل بلان للاحلى والاحلى. ده انا هيجي يوم وهتجسد وهصعد وروحي يحل على كل العالم، اللي عايز يؤمن
يتعمد روحي هيسكن جواه كله ببلاش، الإيمان ببلاش والمعمودية ببلاش والمناولة ببلاش، فأنا عندي استعداد أسكب روحي هو على كل بشر. فيتنبؤون بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. يعني لكل مهما كان طبقته، يعني ربنا ما عندوش دي. عارفين دي اتقالت إمتى؟ الإصحاح الثاني في سفر أعمال الرسل، بروف بطرس الرسول، بصوا آية رقم 15، أنا اللي هجيبها مش هتنطلعوها. لما بطرس الرسول في يوم حلول الروح القدس ابتدى التلاميذ يتكلموا بألسن، راحوا الناس قالوا الناس دي سكارة ولا إيه؟ في حد يشرب خمرة على الصبح كده؟ ما كل الدماغ عارفين كل شيء طاهر للطاهرين وأما للغير طاهرين فكل شيء نجس. فعلى طول الإنسان اللي بيبقى دماغه شريرة يفسر كل الأمور على أن هي شريرة، فلما يلاقي ناس بتتكلم كلام غريب كده يبقى أكيد سكره. ليه يعني؟ يمكن طب اتجننه حتى؟ لا، هو يفكر في الشر دايما، أكيد سكره. وفي حد بيسكر الصبح كده، فبقى كل تساؤل اليهود إزاي الناس دي سكرانين الصبح، ده اللي يهمهم يعني. فراح بطرس الرسول قال لهم آية 15، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما تظنون، إنها الساعة الثالثة من النهار، ده الساعة 9 الصبح، في حد هيسكر الساعة 9 الصبح؟ بل هذا ما قيل بيؤيل النبي، هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة، اللي قرناها بعد ذلك اليوم، ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبؤون بناكم بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب من السماء. وكمل الآية لغاية الآخر، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليين اسمعوا هذه الأقوال، يسوع النصيري اللي جه اتجسد وسطيكم انتم صلبتوه ولازم تتوبوا وإلا هتروحوا الجحيم. راح مديهولهم ساعتها القديس بطرس على طول، بس ابتدالهم الكلام بإيه؟ بيقيل، لأن هم اليهود عارفين كويس إن بعد كلمة بعد ذلك اليوم لما بتيجي في الأنبياء بمعناها حاجة هتيجي تفرح لما المسيح يجي، لما المسيح يجي. فهو قال لهم ده اللي اتقال في يقيل النبي، إيه المفروض تفهموا اللي مكتوب في العهد القديم أحسن من كده. الخمس دقايق اللي جايين برضو أجريه، آية 22، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، اللي قالها القديس بطرس يخلص، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاه. طبعا الكلام حلول الروح القدس كانت في أورشليم وفي جبل صهيون، جبل صهيون ده جبل اللي هم عايشين عليه، ما أورشليم دي مبنية على حاجة اسمها جبل صهيون، المكان اللي العلية فيه وحلول الروح القدس حصل كما قال الرب، وبين الباقين من يدعوه الرب. كلمة الباقين مش عارف قلت لكم عليها ولا لا في الأنبياء الصغار، كلمة البقية أو الباقين موجودة في كل أسفار الأنبياء برضو. طب مقصود بيها إيه؟ الأمم، لأن اليهود معتبرين نفسهم هم أصل الجنس، يعني هم شعب ربنا، العالم ما فيهوش غيرنا يعني. طب وبقية العالم كله بيسموه إيه؟ بقية. عارفين لما يعني واحد حاسس إنه في ناس غيرنا ولا إيه؟ إحنا العالم. هما اليهود كانوا شايفين كده، هما بالنسبة لهم هما كل حاجة، والعالم الأمم كلهم دول اسمهم البقية. فهم دايما في الأنبياء الصغار تلاقي بعد الكلام الفرحي بتاع العهد الجديد دي، تلاقي ربنا يقول لهم والبقية، على فكرة اللي بتقول لهم البقية دول هيدعوا الرب برضه، يعني إن المسيحية هتبقى مش بتفرق ما بين اليهودي والأممي. الإصحاح الثالث في عجالة، لأنه هوذا في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبي يهوذا وأورشليم. سبي يهوذا ده المفروض بيتكلم بتوع أشور، لا بيقول لهم على فكرة في سبي يهوذا كمان وهردك، وهقول الكلام اللي هيحصل ده بعد كده بكتير. يعني ما تفتكروش اني بكلمكم على ان كل ما ترجعوا من سبي أشور، انا بكلمكم على العهد الجديد، في تلك الأيام في ذلك الوقت بعد الحاجات الأيام دي كلها ما تخلص، اجمع كل الأمم. ده كلام اليهود ما يفهموهوش، يعني حطوا نفسكم مكان الناس اللي أيام يقيل، الراجل ده بيقول ايه؟ أمم ايه اللي هتيجي؟ وسبي يهوذا ايه؟ ده بيقول اي كلام، يعني كلام مش راكب في بعضه. لكن احنا لما نقراه بعد الاحداث بقى عرفنا، زي ما هيحصل في سفر الرؤيا، كتير منكم يقرا سفر الرؤيا يقول ايه اللي، وانا كمان معاكم يعني في حاجات مش مفهومه، لكن بعد ما هتحصل هنقول ده بالظبط، ورقم 666 بتاع الوحش ده بالظبط، ليه 10 قرون، ده فعلا 10 قرون، ما نفهمش دلوقتي، صعب نتخيلها، وربنا بيقصد انه يعملها
بطريقه مش واضحه كده، علشان اللي عنده الانجيل بس هو اللي بعد كده يتاكد ان الانجيل صح. في مقاله حلوه كاتبها القديس يوحنا ذهبي الفم من القرن الخامس والرابع، كاتب كده: لماذا قصد الله ان تكون النبوات غامضه؟ ليه؟ فقايل كذا سبب، من ضمنهم ان علشان مش اي واحد بيقرا الانجيل زي الجورنال كده يعرف المعلومه، لا ده لازم يؤمن بربنا جدا، يشيل الانجيل عنده وبيقراه كل يوم، عشان لما تحصل احداث هيقرا هليها ركبت. فاهمين الفكره؟ لكن هي مش معلومات، هي لازم تعدي على قلب مؤمن الاول. اكمل بسرعه: اجمع كل الامم وانزلهم الى وادي يهوشافاط. وادي يهوشافاط ده وادي قدرون. طب وايه وادي يهوشافاط وادي قدرون؟ ده المكان اللي عدى منه السيد المسيح يوم خميس العهد، وهو خارج من بيت ماري مرقس ورايح على جبل الزيتون، وهو المكان اللي اخده منه السيد المسيح من جبل الزيتون ودخلوه منه في اورشليم، جبل قدرون ده الحته دي. وعند اليهود لغايه دلوقتي اعتقاد ان المسيح لما يجي في قيامة الاموات هيجي يحاسب الناس عند وادي قدرون وجبل الزيتون، الحته دي هيظهر عليها المسيح في مجيئه الثاني ويحاسب الناس في الحته دي، ده اعتقاد عند اليهود لحد النهارده. واحكمهم هناك على شعبي وميراثي اسرائيل. هي في كذا حته في الكتاب المقدس بس دي مشهوره برضو في يوئيل. يعني هم جابوا منين الفكره دي؟ جابوها من يوئيل ومن حته تانية. الذين زي دانيال مثلا بددوهم بين الامم وقسموا اراضي والقوا قرى على شعبي واعطوا كذا كذا كذا. آية رقم 9: نادوا بهذا بين الامم، قدسوا حربا، انهضوا الابطال. دي بيتكلم الناس روحيا طبعا، هي ولا في حرب ولا حاجه، مش بيقولهم يحاربوا اشور مثلا، ده بيتكلم على العهد الجديد. فاكرين لما السيد المسيح قال للتلاميذ في وادي قدرون ده عند جبل الزيتون، قال لهم دلوقتي بقى اللي معهوش سيف يروح يجيب المنجل بتاعه ويحوله سيف، واللي معهوش، فاكرين الحته دي ولا لا؟ طب المسيح كان قصده، طب اكيد مش قصده السيف ده، بدليل ان بطرس لما شال سيف قال له من امتى تمشي ورايا؟ وانا لما ضرب ودان الراجل قال له شيل الكلام ده، انا مش قصدي سيف، انا قصدي الكلام الروحي. انا عايز الناس تحارب حرب روحيه، حربنا ليست مع لحم ودم، حربنا مع اجناد الشر الروحيه في السماويات. نادوا بهذا بين الامم، قدسوا حربا، انهضوا الابطال. ايه جميله دي. ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب، اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا. دي اللي قالها السيد المسيح للتلاميذ في نفس الحته دي بتاعت وادي قدرون. ليقل الضعيف بطل انا، عارفينها انتوا دي. ليقل الضعيف بطل انا، بطل انا ليه؟ عشان ماسك سيف. ايه ده؟ طب السيف هيعرف يحارب بيه؟ ايوه، ما هو السيف ده بتاع الاطفال، ده بتاع الضعفاء، لانه مش مقصود بيه السيف يعني الحديده، مقصود بيه السيف يعني الايمان بكلمه ربنا، يعني العمل بوصية ربنا، ودي حاجة الأطفال بيعملوها أحسن مننا. فالضعيف ده أقوى واحد، القوي عند العالم ده اللي بيمسك سيف حديد، القوي عند المسيح ده الطفل اللي بيقول له ارحمني، أمين، بحبك، أشكرك، ده القوي ده. عشان كده قالها القديس بولس، قال حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا إلى هناك، أنزل يا رب أبطالك، نزل قديسين يحاربوا معانا. تنهض وتصعد الامم الى وادي يهوشافاط، لان هناك اجلس لاحاكم جميع الامم من كل ناحيه زي ما قلت لكم. ايه 14: جماهير جماهير في وادي القضاء، يوم الرب قديم قريب في وادي القضاء، الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. ده بيتكلم عن المجيء الثاني. ايوه، ما انا قلت لكم يوم الرب قريب ليها ثلاث اربع حاجات، يا إما أن هيرجعوا من السبي، لو بيتكلم على أشور ويهوذا ساعات بتبقى دي، بس الأكتر في ذلك اليوم وفي تلك الأيام مجيء المسيح على الأرض، مجيئه الثاني، أو على مستواي أنا نصرتي على الشيطان. الرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطي صوته، فترتجف السماء والأرض، لكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل. المجيء الثاني والحاجات اللي بنسمعها دي قضاء ربنا وازاي هيحاسب الناس والحاجات دي، ما تخوفش ولاد ربنا، ده العالم هو اللي يخاف. اما احنا بالنسبه لنا الانسان الروحي يفرح بمجيء ربنا، امين تعالى ايها الرب يسوع. فتعرفون اني انا الرب الهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي، وتكون اورشليم مقدسه ولا يجتاز فيها الاعاجم فيما بعد، ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع دي ايه دي بقى؟ عارفين في سفر الرؤيا: ورأيت سماء جديدة وأرضا، الحزن لا يكون فيما بعد، يمسح الرب كل دمعة من عيوننا،
فينتهي السفر بسفر الرؤيا اخر اصحاح. كلام فريح قوي، وانا حبيت جدا ان احنا ناخد دقيق حتى لو اخر حته يعني قلتها بسرعه، بس كنت حابب اسيب عندكم الانطباع ده. احنا خدنا بروفا لاي سفر من اسفار الانبياء سواء كبار او صغار، هم كلهم بنفس الطريقه دي. يبدا الاول زي ما ابتديت النهارده درس الكتاب، كان كلامي شديد وعمال اقول كلام يخوفني ويخوفكم، وبعدين لقينا في الاصحاح الثاني نقله عاده بعد كلمه لكن او الان او حاجه زي كده، وبعد كده يقلب فرحي وتتصاعد الفرحه بنبوات عن العهد الجديد وصلب المسيح وقيامته ومجيئه الثاني، ودايما تنتهي في الاخر بالكلام كله حلو حلو حلو، يفتح نفسك كده على السماء ومجيء ربنا الثاني لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. ذاكرتوا سفر يوئيل؟ ما تنسوش وانتوا خارجين كل واحد يمد ايده في العلبه اللي ورا ناخد ايه من سفر يوئيل، كل واحد مكتوب له ايه ياخدها عشان يتمثل بيها كده. ناخد انهي ايه بقى نقولها احنا؟ ليقل الضعيف بطل انا، ايه رايكم؟ سي ليقل الضعيف بطل انا، مره كمان ليقل الضعيف بطل، مره اخيره. طالما فريحي كده يبقى في انهي اصحاح؟ ماشي، مش مهم رقم كام بقى. طيب افكركم بالكورسات اللي احنا بنعملها، احنا عاملين كورس للانجليش لتعليم اللغه الانجليزيه، ولسه في اماكن للي يحب يشترك. بنعمل كورس واثنين وثلاثه، فممكن يكون واحد او اثنين اتملوا، ممكن بعد كده لسه مفتوح. كورس الزراعه اللي احنا قلنا حد هيعلمنا ازاي نقدر نحول السطوح بتاع العماره نقدر نزرع فيه من غير ما يبوش ومن غير ما يعمل، وايه اللي ينفع يتزرع ويتسقي ازاي، لان اللي هيعلمنا هو عامل كده في بيته ومن لسانه انه من ساعه ما عمل كده تقريبا ما بيشتريش خضار ولا فاكهه. هيبقى كورس لذيذ قوي، لسه في اماكن فيه برضو. مريم وبسمه فين؟ فين مريم؟ مريم زكريا ولا مين؟ بسمه نرفع ايدينا، ومريم زكريا فين؟ مريم ارفع ايديك. مريم وبسمه اللي يحب يسيب اسمه معاهم. كمان في كورس لحرفه الحلاقه ده من واحد محترف، للي يحب يحلق لجوزه يحلق شعره، مش يحلق لجوزه لا، يعني يوفر على زوجه الحلاقه فيحلق له بالمكنه، عشان ما تفهمش غلط يعني. او لو حد مننا عايز يتعلم ازاي يحلق لنفسه او يحترف الشغلانه، يعني اللي هيديها هيديها بشكل احترافي، ممكن تشتغل كده يعني. الاسماء هتبقى مع عيد نرفع ايدينا عيد. برضو في اماكن للي يحب يشترك، اتفضلوا نصلي. في 8 اسماء هقولهم بسرعه من الاجتماع بتاعنا، سواء العائله المقدسه او الانبا اثناسيوس او الانبا كراس، اول مره يشرفونا فييجوا بعد الصلاه ياخدوا هديه من ابونا. في قربان النهارده مش كده؟ في قربان. تامر صبحي، منى صلاح، دينا فريد، هناء رمزي، كريستين فاروق، دينا غطاس، مريم جمال، وإيريني عجيبي، يا ريت يجوا يسلموا على ابونا وياخدوا الهدايا، وبعد كده اوزع على حضراتكم القربان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب اجعلنا مستحقين نناديك بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا، اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام يا رب مع جماعة.